بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. كما ذكر الأخوان عليهم السلام موسى وأخوه هارون عليهم السلام، والمهمة اللي فرضها الله عليهما ماذا مهمة صعبة، لكن ربي شجعهم باش يكونوا ثابتين الجنان حين يلقون فرعون المدعي الربوبية في ذلك الزمن. وذكر مولانا في آخر السورة وأوصانا بالدوام على الصلاة إقامة وتحقيقا وتأدبا وحضورا بين يدي الرحمن حتى نكون من فصيلة الكبرى العليا في المقام، وهو فصيلة المحسنين في عبادتهم بالتمام والكمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.